ان في صدمه كبيره تلقاها الوسط الفني النهارده بعد رحيل الفنانه الكبيره شويكار الله يرحمها بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عام. ومن المقرر انه تقام جنازه الفنانه الراحله بكره عقب صلاه الظهر، وهيتم دفنها بمقابر الاسره بمدينه 6 اكتوبر. وزي ما احنا كلنا عارفين ان الفنانه شويكار كانت بتعتبر ايقونه من ايقونات الفن المصري، وفنانه شامله كانت بتمثل وبتغني وبتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، وليها رصيد كبير من الاعمال المتنوعه، وكانت من اكثر الفنانات جماهيريه خاصه في الاعمال اللي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس اللي تزوجته، وكانوا طبعا ثنائي فني ناجح جدا في المسرح والسينما والتلفزيون والاذاعه. البقاء لله يعني في وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة، ربنا يرحمها ويصبر أسرتها مرة تانية. البقاء لله.